لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الاشتراك لكي يصلهم كل جديد. شكرا. هزة أرضية بقوة 4.4 على سلم ريشتر بسواحل إقليم تطوان. شهدت سواحل إقليم تطوان لمدينة مارتيل إلى حدود مدينة سبتة المحتلة اليوم الأحد هزة أرضية خفيفة قبل قليل، وسجل المعهد الجيوغرافي الإسباني هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على سلم ريشتر في تمام الساعة 11:56 من صباح يوم الأحد. بالمدن المحاذية لتطوان، الهزة الأرضية خلقت فزعا وخوفا في صفوف الساكنة حسب ما عبر عنه مواطنون قاطنون بمدينة مارتيل وفي وسائل التواصل الاجتماعي.